السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب أجمعين. السكشن اللي فات احنا وصلنا للمرحلة دي، لو جينا نعمل ران دلوقتي وشوفنا نشوف ايه اللي احنا غطيناه يعني لحد آخر سكشن، هلاقي ان انا دلوقتي عرفت ازاي احرك الخلفية. تمام، ده آخر حاجة خدناها في السكشن اللي فات، ولقينا عملنا حاجة اسمها الكاميرا فيو، وخلينا التارجت بتاعها هو الولد بحيث ان الولد يبقى قدامي على طول، وكان الولد بيجي هنا في الآخر ويقع، دلوقتي خلاص ما عادش بيقع تحت، وعرفنا ازاي يتعامل مع الكوينز، وان هو لما ياخد كوين السكور بتاعي يزيد وهكذا. تمام، ده اللي احنا وقفنا فيه لحد السكشن اللي فات. السكشن ان شاء الله النهارده هيكون بسيط، هنعرف ازاي نضيف خلفية، نضيف صوت او ساوند في الخلفيه بتاعتي زي موسيقى كده، من الموسيقى اللي موجوده على الالعاب في الخلفيه، وهنعرف ازاي لما انا ابدا احرك الولد عشان ياخد الكوينز اللي قدامي دي يحصل صوت زي الصوت بتاعت السكور كده، لما السكور بتاعك يزيد او كده، فعايزين نحط صوت في الخلفيه وصوت لما يحصل تصادم من الولد والكوين. تمام، اول حاجه عشان نحط صوت في الخلفيه هنعمل ايه؟ اول حاجه هعمل امبورت للصوت بتاعي، طبعا انت بتكون مجهز ملف الصوت بتاعك. تمام، خلينا نعمل اول فولدر كده، رايت كليك كرييت فولدر ونسميه ساوندز. تمام، وجوه الساوندز ده هندخل جواه وهنعمل امبورت الملف الصوت بتاعي. انت هتكون مجهز ملف الصوت بتاعك، هتعمل رايت كليك امبورت نيو اسيت. تمام، هاخد ملف الصوت اللي اسمه باك جراوند ده واعمل له امبورت، ظهر عندي ملف الصوت ده. تمام، طيب طبعا انا عايز احطه في الباك جراوند عندي، هعمله ازاي؟ عشان تحط الصوت عندك في الباك جراوند عندك او تستخدم اي صوت عندك في الجيم بتاعتك، لازم يكون عندك حاجه اسمها اوديو سورس. يعني ايه اوديو سورس؟ اوديو سورس ده هو عباره عن اوبجكت انا بكريته وبحط عليه او بضيف عليه الصوت بتاعي. نعمل ازاي الاوديو سورس ده؟ هنيجي هنا في المساحه بتاعت الهيراركي، تمام، مكان ما الجيم اوبجكتس بتاعتي موجودين، وهعمل رايت كليك، هتنزل تحت هنا بقى مش كرييت امتي، لا انت هتنزل تحت على اوديو وتختار منها اوديو سورس. تاني هاجي على المساحه الفاضيه بتاعت الهيراركي واعمل رايت كليك اوديو واختار منها اوديو سورس واسميه مثلا باك جراوند ساوند مثلا. تمام، يبقى ده اوبجكت فاضي انا كريته من نوع اوديو سورس. تمام، لما نقف على الاوديو سورس ده او نقف على الاوبجكت ده، هلاقي فيه عندي في الانسبكتور بتاعه الخصائص بتاعته، هلاقي فيه جزء كده اسمه اوديو سورس فيه كل خصائص الاوبجكت ده. تمام، جوه الاوديو سورس هلاقي فيه جزئيه كده او بروبرتي خاصيه اسمها اوديو كليب، مكتوب جنبها نان اوديو كليب. دي معناها ايه؟ معناها ان انا الاوديو سورس بتاعي ده فاضي مش محطوط عليه اي صوت. طيب نعمل ايه؟ نفس ما احنا متعودين، هنقوم واخدين الصوت بتاعي من هنا دراج ودروب على هنا على طول، اصبح دلوقتي انا عندي اوبجكت اسمه باك جراوند ساوند، تمام، من نوع اوديو سورس. لما ادخل جوه الخصائص بتاعته هلاقي فيه جزئيه اسمها اوديو سورس، وهلاقي جوه الاوديو سورس من الخصائص بتاعته الاوديو كليب بتاعي ايه؟ كان الاول نان وفاضي، فانا خدت الصوت بتاعي اللي انا عملت له امبورت دراج ودروب وحطيته فين؟ حطيته هنا. تمام، اصبح عندي دلوقتي الاوديو سورس بتاعي اللي اسمه باك ساوند باك جراوند ساوند جواه الملف الصوت بتاعي اللي انا مسميه باك جراوند. تمام، طيب طبعا من خصائص الصوت عندي اللي تهمني هنا ان انا اول حاجه هنا عندي ايه؟ طبعا انت عندك الفوليوم، تقدر تظبط الفوليوم بتاعتك عالي واطي زي ما تحب، اعلى حاجه عندك اعملها بواحد، تقدر تظبط الفوليوم بتاعتك لو وطيناه شويه عشان لما نحط صوت الكوين يظهر عندي، فممكن انت تتحكم فيه. تمام، عندك برضو ايه تاني؟ في عندي حاجه اسمها بلاي اون اويك، يعني ايه؟ يعني اول ما ابدا الجيم عندي يشتغل الصوت، اول ما تعمل رن او اول ما اليوزر يفتح اللعبه يشتغل الصوت. تمام، فدي معمول عليها تشيك، تمام انا عايزاها. ايه تاني عندي؟ لوب. اللوب دي معناها ايه؟ معناها ان انت بتدخل الصوت كانك مدخله في لوب، يعني لما الصوت بتاعي يخلص، طبعا الصوت ملف الصوت عندي له مده معينه، فلما ملف الصوت بتاعي يخلص يعيد نفسه تاني ما يقفش، عشان البلاير او اللاعب طول ما هو بيلعب الموسيقى تكون ايه؟ او الساوند بتاعي يكون شغال، فهعمل عليها هي كمان تشيك. يبقى تاني عشان اعمل صوت على الخلفيه عملنا اول حاجه 3 خطوات، اول خطوه ان احنا عملنا امبورت ملف الصوت عندي، ان احنا جينا رايت كليك امبورت نيو اسيت زي اي صوره او اي ملف بندرجه، وناخد ايه؟
الباك جراوند ساوند بتاعي تمام، ونعمل له امبورت تمام. بعد كده عملنا جيم اوبجكت من نوع اوديو سورس، جينا هنا رايت كليك في المساحه الفاضيه في الهيراركي واخترنا اوديو وبعد كده اوديو سورس تمام، وسميناه باك جراوند ساوند. جينا على الخصائص بتاعته وضفنا عليه ملف الصوت بتاعي من هنا، يبقى جيت على ملف الصوت بدراج ودروب وحطيته فين؟ حطيته هنا تمام كده. بعد كده قلنا ان عندنا خصائص اسمها بلاي اون اويك تمام، واللوب بلاي اون اويك دي معناها ان انت اول ما اشغل اللعبه عندي الصوت بتاعي ايه يران على طول، واللوب ان الصوت لما يخلص او ملف الصوت بتاعي لما يخلص يوصل للنهايه يعيد نفسه تاني من اول وجديد. نعمل كنترول اس تمام ونعمل ران. الصوت بدأ يشتغل اهو تمام جميل. بس انا دلوقتي لما باخد الكوين تمام، وهتلاقي الصوت بتاعك لما بيخلص، الصوت لما بيخلص لحظة اوطي الصوت شوية. هلاقي الصوت لما بيخلص عندي بيعيد نفسه تاني لان انا عملت له لوب تمام. تمام جميل. طبعا لما باجي اخد كوين دلوقتي هلاقي الكوين بتاعتي بتتاخد مفيش فيها صوت تمام. عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ احنا عرفنا ازاي نضيف صوت في الخلفيه جميل، عايزين نضيف بقى صوت لما الولد يخبط او يحصل كوليجن بينه وبين الكوين، ياخد كوين يجيله صوت زي صوت الايه السكور كده، ان هو بلس واحد او كده، او ان هو خد كوين. يعني نعملها ازاي؟ هنعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الاول، هنضيف ملف الصوت بتاعنا. نضيفه ازاي؟ رايت كليك هنا في المساحه الفاضيه ونعمل امبورت نيو اسيت. عندي ملف صوت اسمه كوين تمام، هختاره واعمل امبورت. ظهر عندي ملف الكوين عندي، ده ملف الصوت الخاص بايه بالكوين عندي تمام. هنعمل نفس الخطوة تاني، هنيجي هنا في المساحة الفاضية في الهيراركي ونعمل رايت كليك اوديو سورس، رايت كليك اوديو سورس، وبعد كده هنسميه ليكن مثلا هسميه كوين ساوند تمام. يبقى ده عندي دلوقتي جيم اوبجكت من نوع اوديو سورس وسميته ايه؟ كوين ساوند. وبعد كده هضيف الملف بتاعي عليه، ملف الصوت عندي الاوديو بتاعي هضيفه عليه ازاي؟ هاجي دراج ودروب من هنا كده، هقف على الملف ده واضغط واشده لحد الاوديو كليب واحطه فين؟ هنا جميل. وبعد كده انا دلوقتي عندي ملف الصوت زي اي صوت عندي شغال في الخلفيه، انا مش عايزاه يشتغل في الخلفيه، انا عايزاه يشتغل لما يحصل تصادم بين الولد والكوين. يبقى هعمل ايه؟ هحتاج ابرمج الحكايه دي. هبرمجها منين؟ هروح على الفولدر اللي اسمه سكريبتس تمام، في الملف اللي اسمه بوي موف اللي كنا مكودين فيه حركه الولد، ونفتحه بالفيجوال ستوديو. تمام ده الملف بتاعنا اهو بتاع البوي موف. لما ندخل جواه هنلاقي فاكرين الجزئيه بتاعت الميثود اللي اسمها اون كوليجن انتر تو دي دي، الكوليجن الميثود اللي كانت خاصه بالتصادم، لما كنت بقول له لما الولد يحصل تصادم بينه وبين الجيم اوبجكت اللي التاج بتاعه تارجت اللي هي الكوينز، اعمل لي ايه؟ اعمل لي ديستروي للجيم اوبجكت ده وزود لي السكور بتاعك الفاليو بتاعه بايه؟ بعشرة. هنزود عليها كمان سطر واحد بس، نقول لها ايه؟ نقول له لما يحصل تصادم اعمل لي ده كله كمان عليه ايه؟ اعمل لي بلاي للساوند ده. طب اعمل بلاي للساوند ده ازاي؟ ما انا مش عارفة اوصل لملف الصوت بتاعي، يبقى لازم اعمل فاريبل تمام، واخلي الفاريبل ده بابليك، واروح هناك ابصيله او اعمل له انيشياليزيشن بايه؟ بالملف ده، زي ما احنا بنعمل كل مره لما كنا بنحرك الخلفيه. هنطلع فوق هنا نفس الحكايه بالظبط ونفس الخطوات، هنعرف فاريبل بس مش من نوع جيم اوبجكت دلوقتي، احنا هنعرف بابليك تمام، مش هيبقى نوع جيم اوبجكت، لا هيبقى نوع اوديو سورس. يبقى انا بعمل دلوقتي ايه؟ فاريبل بس من نوع اوديو سورس مش من نوع جيم اوبجكت، لان انا هخزن فيه ملف صوت تمام. وبعد كده هسميه ليكن اس واحد اللي هو ساوند واحد،
جميل. انا دلوقتي عملته من نوع بابليك ليه؟ عشان هروح اعمل له انيشياليزيشن هناك من اليونتي زي ما احنا متعودين مع باقي الايه الفاريبلز اللي كنا عاملينها السكشن اللي فات. نعمل كنترول اس كده الاول تمام، ونروح نخزن جواه ايه ملف الصوت بتاعي. لو رحت دلوقتي على البوي ران اللي انا حاطه عليه ملف او اللي انا ضايفه عليه ملف الكود ده، هلاقي في جزء السكريبت بتاعه السكاي والجراوند والماونتينز والوول والمين كاميرا دي كلها احنا عاملينها السكشن اللي فات. هلاقي الاس واحده اهي ظهرت لي وظاهر جنبها نان اوديو سورس، يعني مفيش جواها اوديو سورس. طيب نعمل ايه؟ نعمل نفس الخطوات اللي بتاعت السكشن اللي فاتت لما كنا بنضيف على الفاريبل بتاعي جيم اوبجكت. هنضيفه منين؟ انا عندي اوديو سورس اهو، انا مكريتاه خاص بايه؟ خاص بالكوين. هاخده دراج ودروب، دراج ودروب كده من هنا كده، اسحبه لحد هنا واسيبه. يبقى انا دلوقتي ضفت ايه؟ ضفت الاوديو سورس اللي عندي هنا اللي انا كنت مكريتاه على الفاريبل اللي انا عرفته بنوع ايه؟ بابليك عشان يظهر لي في اليونتي. يبقى تاني انا عرفت فاريبل في الكود من نوع اوديو سورس وخليته بابليك عشان يظهر لي في اليونتي. تمام. ليه من نوع اوديو سورس؟ عشان انا هخزن فيه اوبجكت من نوع اوديو سورس، زي ما كنا بنعمل الوول من نوع جيم اوبجكت عشان بخزن فيها اوبجكت من نوع جيم اوبجكت. فانا دلوقتي اللي انا هخزنه فيه، هخزن الفاريبل بتاعي اخزن فيه اوديو سورس، فعرفته من نوع اوديو سورس. جميل. بعد كده هروح لليونيتي، من انا معرفه بابليك لقيته ظهر لي هنا اس 1 وكان مكتوب جنبه نان. نان معناها ان هو فاضي، فهعمل له انيشياليزيشن وهخزن جواه الاوديو سورس بتاعي الخاص بالكوين. عملت ايه؟ جيت على البوي رن هنا وقفت عليه، وبعد كده جبت الكوين ساوند بتاعي دراج ودروب وحطيته فين؟ حطيته هنا. تمام. نعمل كنترول اس، فاضل خطوة واحدة بس أخيرة، إن إحنا هنقول له في البرمجة لما نيجي نبرمج هنقول له إيه بقى؟ هنقول له لما يحصل كوليجن اعمل لي s1.play. يعني إيه s1.play؟ يعني شغل لي الصوت اللي اسمه صوت s1. يبقى لما يحصل كوليجن اعمل ثلاث حاجات. أول حاجة هتعمل destroy للكوين بتاعك اللي هي الجيم أوبجكت، يعني هيختفي. تاني حاجة هتزود السكور ب10 دي من السكشن اللي فاتت. تالت حاجة هتعمل لي ران لإيه؟ للصوت، ملف الصوت بتاعي اللي اسمه S1. نعمل كنترول S كده ونشوف. هنروح لليونيتي، كنترول S ونعمل ران. الاقي ملف الصوت عندي شغال. تيجي كده ناخد كوين بقى، الولد يمشي كده ياخد كوين. انا مش عارفه الصوت ظاهر لكم ولا لا، بس المفروض الولد لما بيمشي نعلي الصوت، الصوت بتاعه عالي، نوطي صوت الباك جراوند شويه عشان صوت الكوين بس يظهر. كنترول اس وران. الولد دلوقتي ما بيجي ياخد كوين بيظهر الصوت بتاع الكوين. تمام. في حته هنا كده لو تلاحظوها، اول ما بعمل ران دلوقتي، اول ما اللعبه بتشتغل صوت الكوين بيرن على طول مره. نعمل ران كده ونشوف. سمعتوا التكه دي؟ ده معناها ان انا اول ما اللعبه اشتغلت عندي صوت الكوين بتاعي رن مره. طب ده راجع لايه؟ انا مش عايزاه رن اول ما اللعبه تشتغل. قلنا ان احنا عندنا في الخصائص عندي خاصيتين، هنيجي على الكوين تمام، وهلاقي ان في خاصيه عندي اسمها بلاي اون اويك، دي اللي احنا قلناها بتشتغل، معناها ان انا اول ما ران اللعبه الصوت بتاعي يشتغل. طيب هل انا هنا محتاج ان الصوت بتاعي يشتغل اول ما اللعبه تشتغل؟ لا، انا كل اللي محتاجاه لما يحصل تصادم الصوت بتاعي يشتغل. فهوقف البروبرتي دي او الخاصيه دي واشيل التشيك من عليه. تمام. طيب اللوب، انا مش محتاجه الصوت يكرر نفسه، هو كل الحكايه ان لما الولد يحصل تصادم بينه وبين الكوين الصوت يعمل ايه؟ يشتغل مره واحده. يبقى انا في الكوين ساوند انا مش محتاجه البلاي اون اويك ولا محتاجه ايه اللوب، لكن في الباك جراوند ساوند انا محتاجه البلاي اون اويك، معناها اول ما اللعبه تشتغل شغل لي صوت الباك جراوند وخلي صوتي يكرر نفسه بالايه
باللوب، تمام؟ وزي ما قلنا اتحكم في الفوليوم بتاعك زي ما انت عاوز. انا بس موطيه صوته عشان الصوت عندي يظهر، ايه صوت يظهر في الفيديو. لو جاي نعمل كنترول اس دلوقتي ورن، المفروض ان لما رن صوت الكوين بتاعي ما عادش بيشتغل في الاول، هيشتغل بس لما يحصل تصادم بينه وبين الكوين، لكن صوت الباك جراوند هو اللي هيشتغل على طول. صوت الكوين ما عادش شغال في الاول، مجرد ما خدت كوين بقى ظاهر عندي اهو الصوت، تمام؟ وطبعا صوت الخلفيه عندي ظاهر، كل ما يحصل تصادم بينه وبين كوين ايه الصوت بيشتغل. السكشن بسيط، تمام؟ كل اللي عرفناه في السكشن ازاي نضيف صوت في الخلفيه، وازاي نضيف صوت على الكوين اول لما يحصل اكشن معين، مش شرط يكون تصادم، انت بتظبط الصوت بتاعك على اكشن معين، زي مثلا لما يكون في فيت او حرب بين شخصين، لما يحصل مثلا ايه في تو كاركترز وفي بينهم ايه حرب، فالمفروض لما يحصل مثلا ضرب بالسيف او ايا كان يبقى في صوت بيحصل لما يحصل تصادم بينهم، تمام؟ في مثلا ولد بينط على مثلا حاجه بتنط، او مثلا على مثلا جزء طاير هنا، فانت ممكن تعمل صوت للنطه ذات نفسها، ان لما انت تضغط على السهم اللي فوق الولد ايه ينط لفوق وكمان يحصل صوت، فمش شرط الصوت يكون للتصادم بس بين الولد والكوين، في افكتس بمعنى اصح لما بتيجي تلعب لعبه بتعمل افكت للنطه، افكت مثلا لما الولد ياخد كوين، افكت لما الولد يموت، لما الولد مثلا يوطي لتحت يبقى في افكت مثلا صوت معين، انت وايه انت واختيار. طيب صوت الباك جراوند قلنا ازاي بنعمل صوت، قلنا ان احنا اول حاجه بندرج الملف الصوت بتاعنا من هنا، ونقول رايت كليك امبورت نيو اسيت، وندرج ملف بتاعنا ايه ملف الصوت. بعد ما ادرجناه هنعمل اوديو سورس، رايت كليك من هنا اوديو اوديو سورس، هنكريت الاوديو سورس ونسميه، وبعد كده هنسحب الملف بتاعنا دراج ودروب على الاوديو كليب هنا، اصبح الصوت بتاعي جوه الاوديو سورس، تمام؟ عملنا الخطوه دي في الباك جراوند، والخطوه دي نفسها فين في الكوين. قلنا عشان نبرمج صوت الكوين بتاعي يحصل لما يحصل تصادم، قلنا هنعمل ايه، هنروح ل الفيديو الاستوديو وهنعرف فاريبل من نوع اوديو سورس وسميناه اس واحد وخليناه بابليك عشان يظهر لي هناك، ورحنا كالعاده عملنا له انيشياليزيشن، ازاي ان احنا سحبنا الكوين ساوند بتاعي اللي هو الاوديو سورس والدراج ودروب وحطيناه فين، حطيناه هنا دراج ودروب وحطيناه فين في الاس واحد هنا، وبعد كده حطينا سطر كود واحد بس بيقول له لما يحصل تصادم بينك وبين الكوين شغل لي ايه الصوت اللي اسمه ايه اس 1. اتمنى السكشن يكون بسيط يا شباب. ان شاء الله لو اتقابلنا ما نتقابل مع بعض في الكليه، لو في اي جزئيه واقفه عليك نتناقش فيها باذن الله. السلام عليكم.